مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم ميديا توك، البرنامج اللي من خلاله نحاولوا في كل مره نسلطوا الضوء على ابرز الاخبار الصور والفيديوهات الاكثر تداولا في السوشيال ميديا، يعني تفاعلاتكم انتم مشاهدين على هذه الاخبار اللي تصنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. نبداو عدد اليوم بالترند الجزائري، وين انتشر فيديو من احدى مساجد ولايه سطيف ونلقاو المصلين ثعبان داخل المسجد قتلوه ورموه برا. نروحوا نشوفوا الفيديو ونرجعوا. الفيديو دار حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا الجزائريين ما فوتوش فرصة التعليق عليه، واغلب التعليقات كانت استنكار من مثل هاد التصرفات. ياسمين قالت في تعليقها مندهشة: جامي شفتو حنش، الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا نحرج عليها 3 مرات بالخروج ثم قتلها ان لم تفعل. سام كان عنده نفس رأيها فقال في تعليقه: لم يتعاملوا معه كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا إذا وجدنا ثعبان داخل المنزل أن نقول أستحلفك بالله إن كنت جني أن ترحل من هذا البيت 3 مرات، وإن لم يرحل فنتعامل معه بالقضاء عليه. دايما مع ترند الجزائري، وين الدولو رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل طائرة، وين قام أحد الركاب بكتابة اسم حمزة على شاشة المقعد المخصص للركاب. الصورة دارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، والجزائريين كانوا حاضرين بقوة في التعليقات. يوسف قال في تعليقه على الصورة: لو يجلس كل مسافر حسب المكان الممنوح له في التذكرة لكان التعرف على صاحب الخدوش سهلا، ولكن غياب الوعي عند المسافر وغياب تام للمضيفين والمضيفات عقد الأمور. أما مجيد فقال في تعليق ساخر على الصورة: حمزة صنع الطائرة والشاشة وضع إمضاء من أجل حقوق الملكية. إلى صورة أخرى انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيها كمية رحمة وإنسانية كبيرة، الصورة من مدينة أوكاتشا بالأرجنتين، وأثناء استبدال الأعمدة الخشبية بأخرى حديدية لاحظ عمال الكهرباء وجود أعشاش لطائر نقار الخشب في الأعمدة القديمة أقول، فقاموا بقطع الأجزاء التي تحتوي على أعشاش وربطها بالأعمدة الجديدة بنفس الارتفاع السابق. تصرف العامل لقى استحسان كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. محمد الأمين قال في تعليقه على الصورة: يفكرني في موقف من مواقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف البناء من أجل طائر. أما بخدة فقال في تعليقه على الصورة: سبحان الله الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دايما مع الترند العالمي، وين الدول ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جميل جدا من دولة السويد يوثق لحظة هبوب الرياح فيها، وفي مكان الغبار اللي عادة يبان مع الرياح كان كاين الورود. نخليكم تشوفوا الفيديو ونرجع. الفيديو دار حالة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الجزائر، وإن كانوا الجزائريين حاضرين بقوة في التعليقات. نور قالت في تعليقها على الفيديو: الغبار الحقيقي راه في رؤوسنا أنا وأنت والجميع، يأكل ويرمي الأوساخ في كل مكان، نهار نتربى ونقدروا نعلقوا عليهم. أما ليلى فقالت في تعليقها على الفيديو: أروح تشوف الغبار اللي راهو في حسي مسعود، إنسيك في هذا الغبار. إلى آخر فقرة في هذا العدد مشاهدينا، اللي راح تديكم في جولة إلى جنة الخيول، أكبر مركز لتربية الخيول في إفريقيا، وأول مخبر علمي عربي يزاوج بين تربية الخيول العربية الأصيلة والبربرية الأصيلة. حظيرة شوشاوة العملاقة الواقعة في عاصمة الرستوميين ولاية تيارت، والتي تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 400 كيلومتر إلى الشمال الغربي. تتربع الحظيرة على مساحة 876 هكتار تقريبا على طول
شريط السهلي لمنطقة يرت، وتمتاز بعدة خواص فهي تحتوي على أنواع هائلة من النباتات الطبيعية، ما يدفع السكان المحليين للمواظبة على زيارتها بشغف وسط طبيعة عذراء وبرية وهواء نقي. اختيار منطقة تيارت لتربية الجياد يعود إلى ما تتوفر عليه من بيئة إيكولوجية ممتازة وما تنفرد به من ثراء سهوبها وخصوبة مراعيها، وكذا توفر كميات هائلة من الماء الشروب على امتداد أيام العام. وتؤكد وثائق تاريخية حدوث مزاوجة بين عدة أحصنة من مناطق متفرقة من داخل وخارج الوطن على غرار أصناف محلية كالغازي وسيدي جابر وسفلة، وأخرى استقدمت من البلاد العربية وأخرى غربية ككولومبيا روسيا فرنسا، ما أسهم في توليد خيول رائعة، علما أن حظيرة شوشاوة تمتلك مركزا نادرا خاص بالتلقيح الجيني بالخيول البربرية. لهنا مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية هذا العدد، ما تنسوا تشاركونا بالصور والفيديوهات لراي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي على منصاتنا الرقميه الظاهره اسفل الشاشه باش نهضروا عليها في الاعداد القادمه. سلام.